التقف الأنظار إليه بشدة خلال قيادته لخط دفاع فريق اتحاد الشرطة في أول مواسمه بالدور الممتاز 2008-2009، حيث ظهر بمستويات فنية وقدرات بدنية مميزة، بالإضافة إلى إمكانيات تهديفية هائلة. هو المدافع صاحب القلب الحديدي أحمد دويدار. ولد أحمد محمد عبد الله الشهير بدويدار بالجيزة في 29 أكتوبر لعام 1987، وطرق أبواب الاحتراف الخارجي بعد تألقه مع الشرطة ليخوض تجربة مع كاظم الكويتي، وينضم بعدها لصفوف نادي الزمالك في عام 2014. وعلى مدار 3 مواسم داخل صفوف ميت عقبة، تألق دويدار بشكل كبير وساهم في تتويج القلعة البيضاء بثنائية الدوري والكأس موسم 2014-2015، كذلك كأس مصر موسم 2015-2016، والسوبر المحلي في 2017. ونال أحمد دويدار ثقة أنصار الزمالك خلال المواسم 3 التي قضاها داخل أسوار مدرسة الفن والهندسة بانتمائه وحبه للكيان الأبيض وحماسه الشديد الذي كان يمنحه الأفضلية دائماً. ورحل عن صفوف الزمالك في 2017 ليلعب لصفوف سموحة على سبيل الإعارة، ومنه إلى قلعة الدراويش واللعب بقميص الإسماعيلي، ثم الانضمام للإنتاج الحربي قبل التوقيع لنادي زد في الموسم الماضي. على الرغم من رحيله عن صفوف الزمالك، إلا أن جماهير القلعة البيضاء لا زالت ترتبط ارتباطاً كبيراً بدويدار، وتعتز بما قدمه للفارس الأبيض على مدار الفترة التي ارتدى خلالها قميص النادي.